في هناك سنن ثابتة وقواعد مستمرة، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مع الدمعة بسمة، ومع الطرحة فرحة، ومع البلية عطية، ومع المحنة منحة. فالمفروض ما تزعلش وما تبكيش على أي فرصة تروح منك، لأن الأصل فيها إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر يحصل كده، وإنت مفيش قدامك سكة ولا سبيل غير إنك ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأنا للأسف من ضمن الحاجات اللي إنت هترضى بيها وهتكمل الحلقة دي للآخر، فيلا بينا نبدأ. في البداية النجاح والاستمرار عليه مش حاجة حلوة هتلاقيها هدية جوه كيس الشيبسي، وكمان مش وصفة سحرية او سلعة ممكن تشتريها من الماركت في اي وقت انت عايزه. النجاح من اوله لاخره تعب، حتى بعد ما تنجح وتوصل لحلمك هتتعب برضو علشان تحافظ عليه. وحابب كمان اقولك على كم حاجة تعملهم في حياتك ده لو كان ليك نفس اصلا تنجح وتستمر في النجاح بتاعك. اول حاجة الاخصام هتجنبهم، والفاشلين هتطفشهم، والاغبياء مش هتعملهم، والمحبطين مش هتشوفهم. تاني حاجة، الانسان بيمر في حياته بست حاجات اساسية هنقسمهم لكور، وكمان الكور ديت هنعيد ترتيبهم ونعرف اولوياتهم ايه بالظبط علشان نعيش حياة متزنة وسوية في كل حاجة بنعملها. اول كورة معانا الكورة الروحانية، دينك وصلاتك وعبادتك لله عز وجل. تاني حاجة الكورة الشخصية، اخلاقك وقيمك وثقتك بنفسك. والكورة العائلية، اسرتك وعيلتك وصلة ارحامك. والكورة الصحية، صحتك وبدنك وطعامك وشرابك. والكورة الاجتماعية، حسن المعاملة مع كل الافراد اللي انت بتقابلهم في حياتك. والكورة المهنية، شغلك وكيانك والكارير الخاص بيك. ضيف وطور فيه وعيد كل طرق شغلك من جديد، وشوف هي كانت صح ولا غلط، وكمان اعرف ايه هي افضل طريقة هتوصلني للصح. يعني مش بس روحانيات، ومش بس نفسك او ذاتك او شغل او دراسة، مش بس اسرتك، ومش بس اصحابك، ومش بس فلوس، ومش بس صحتك. حياتك هي كل دول مع بعض، وهم دول اللي بيخلوك تعيش الحياة المتزنة. وعلشان تكون انسان ناجح في حياتك لازم تكون ناجح في كل ركن من اركان حياتك. وعلشان تكون حياتك متزنة وتكون شخص ناجح، راجع كل الكور دي من اول وجديد، وشوف مع نفسك درجة اهتماماتك بيهم قد ايه. ممكن تحدد لنفسك درجة من 10 في كل ركن من الاركان دي، وبعد التقييم ده هتعرف انت مقصر في ايه والمفروض توازن وتهتم بايه، علشان اي تقصير هتمر بيه في ركن من الاركان دي هيتأثر بيه نجاحك. انت اكتر شخص هيهتم بحياتك علشان انت اللي بتقود حياتك، فقود حياتك صح. النجاح والتقدم في الحياة محتاج منك تعب وجهد، وانك تلاحظ انت ماشي صح ولا غلط. محتاج انك تقيم نفسك وتشوف انت مقصر في ايه، واعرف ان كل دقيقة بتراجع فيها حياتك وبتخطط فيها لمستقبلك هتوفر لك 4 دقايق للتنفيذ. الخلاصة، الكور اللي انا قلت لك عليها اعرفهم وافهمهم ورتبهم ونفذهم، وما تجيش على كورة علشان كورة، لان في ما بينهم كور مطاطية ممكن تتعوض، وفي كور تانية للأسف إزاز ممكن لو كسرت منهم واحدة بس مستحيل تتعوض. وبالتوفيق يا كوتش، انا خلاص خلصت، سلام عليكم. اطلع بره يا هلا.